الله يشهد، امس واحد سوالي تليفون من المانيا ألمني هواية. لا شبيك عمي؟ قال لي والله يا عمي احنا جاي نعيش في حالة تمزق عجيبة غريبة. قال لي هنا مقبرة الحكاية شيعة وسنة، وانا جاي اسألك على سؤال. انا زوجتي عقد لي اياها واحد من اهل السنة. قلت له بابا شو الفرق؟ ما يبقى العقد ما ينافي يجيب اي واحد، مش زوجتك وقبل خلص ما ينافي اي واحد ما طول يحسن اداء، هذا ما يفرق مسلم اهل لا اله الا الله. قال لي يعني ماكو اشكال؟ قلت له ليش الاشكال ابني؟ منين جاي؟ قلت له لا تلتفتون ذولا عمائم السوء، هذولا ناس ما عندهم مهمة الا تمزيق شمل المسلمين، ثم انتم بدار غربة. يقول علي من هذا التنافر؟ على شنو رايح منكم؟ انتم ما تشوفون حالنا احنا وين الان؟ المسلمين بيا حال في اي مكان الان، ما مر علينا دور احنا بيا اذلاء مثل هالدور. ليش ها؟ لاننا اناس بعدنا عن الله، نسوا الله فانشاهم انفسهم. خلاص